التي أشرت حضرتك إلى أنها كانت حملات استعمارية ولم يا تكن سيدي حملات دينية. الفاضل، يا سيدي الفاضل، إن أقباط مصر بالذات، واسمح لي أقول لك أقباط مصر بالذات، قد فطنوا وتنبهوا منذ القرن الرابع الميلادي إلى أن اختلاف الدين لا ينال من وحدة الدم والمصير، فقد تلقنوا درسا قاسيا من الإمبراطورية الرومانية المسيحية، وتعرضوا لاضطهاد شديد بسبب الخلاف المذهبي حول الطبيعة الواحدة أو الطبيعتين للسيد المسيح، مما جعل بطريرك الأقباط في ذلك الوقت البابا بنيامين يهرب ويفر في الصحراء لمدة 12 سنة، والذي أعاده إلى كرسيه مرة أخرى هو عمرو بن العاص عندما فتح مصر. نعم، يعني هذا يؤكد على أن الأقباط وجدوا كل الحماية في عهد الدولة المسلمة ابتداء من فتح مصر، وهم قد مدوا أيديهم أيضا للجيوش الفاتحة. هذا ليس كافيا. نعم. وإنما سجل التاريخ أن أقباط مصر قد ساعدوا عمرو بن العاص على فتح مصر. نعم. وهذه مسألة موجودة في جميع كتب التاريخ ولا يتسع الوقت لشرحها، لكن هذا يؤكد أيضا البعد التاريخي في التعاون وتعايش الأقباط في ظل الدولة المسلمة منذ الفتح. ولذلك يا سيدي الفاضل سجلت كتب التاريخ أن عمرو بن العاص قرب إليه البطريرك بنيامين حتى لقد صار من أعز أصدقائه عليه، ده هذا موجود في كتب التاريخ. نعم. من هذا التاريخ ومن هذا الوقت فطن الأقباط إلى أن